لاحظ باحثون في منتصف سبعينيات القرن الماضي استنفاد طبقة الأوزون، كما اكتشفوا ثقباً بالقطب الجنوبي في العام 1985. هذه الطبقة مسؤولة عن درء مخاطر الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر على صحة الإنسان. الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، والذي حمل شعار الأوزون والمناخ يمكن استعادتهما من قبل عالم متحد، أكد على التزام السلطنة باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الخاصين بحماية هذه الطبقة. اتخذت أيضا السلطنة على المستوى المحلي مجموعة من السياسات والإجراءات والخطط والتشريعات البيئية المعنية بحماية طبقة الأوزون، ومن ضمنها طبعا إعداد لائحة خاصة بالتحكم في استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في السلطنة، ووضع نظام خاص لإصدار تراخيص بيئية من أجل الحد والتحكم في دخول هذه المواد إلى السلطنة. وزارة البيئة والشؤون المناخية حاولت أن تقنن استخدام هذه المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، هي مواد الهيدروكلوروفلوروكربونات، وعملنا تراخيص تحد من استخدام هذه المواد. جامعة السلطان قابوس أجرت أبحاثاً للكشف عن الغازات المسببة لاستنفاد طبقة الأوزون في المنطقة، وذلك للتحكم في نسب انبعاثاتها. جامعة سلطان قابوس تسعى إلى إنشاء محطة لمراقبة سمك طبقة الأوزون ستراتوسفيري، بالإضافة إلى رصد الأشعة فوق البنفسجية الضارة لصحة الإنسان. يبقى الرهان مستمراً حتى العام 2030، وهو الموعد لاستعادة توازن طبقة الأوزون إلى طبيعتها، كما تم التخطيط لذلك بحسب الاتفاقيات الدولية. تصنف السلطنة من ضمن أقل دول العالم في معدلات نسب التلوث، حيث أن جهات الاختصاص ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة على المستوى الدولي. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.